السعودية انتصرت، ضجة يثيرها تقرير قناة أمريكية بعد إعلان أوبك بلس وذهاب بايدن المملكة للقاء محمد بن سلمان. تداول نشطاء لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على قناة CNBC الأمريكية تطرق لاجتماع منظمة أوبك وشركائها أوبك بلس الخميس، واعتبار المملكة البنك المركزي للنفط، وأن ذلك انتصار سياسي للسعودية، الأمر الذي أثار ضجة. وسأل المذيع في التقرير قائلا: هل يمكن أن يكون انتصارا سياسيا للمملكة لتقول اليوم أنه نحن إما أننا سنرفع إنتاج النفط أو أن هناك احتمالية لرفع الإنتاج رغم اتفاقنا الحالي دون خرقه، ولكن لإنقاذ أسواق النفط العالمية، وهذا بمثابة غصن زيتون أي رمز للسلام لإدارة بايدن، كما أنه يسد الفجوة، لأنني حقا لا أعتبر وقولي لي رأيك بأن السعودية تريد نفطا بسعر 175 دولارا للبرميل. لترد المحللة بأسواق النفط قائلة: لا، لا أعتقد أنهم أي السعودية يريدون سعر النفط ب 175 دولارا للبرميل. أعتقد أن إجراء تعديلات على جدول إعادة الإنتاج لا شك يبقى السعودية بدور البنك المركزي للنفط، كما يبدو أنه سيقوم بزيارة السعودية وإجراء الاجتماع مع ولي العهد محمد بن سلمان في الرياض، وأعتقد أن هذا انتصار سياسي كبير للمملكة. وكان تحالف أوبك بلس قد اتفق على زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع الخميس، لتكون الزيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميا في تموز المقبل ومثلها في أغسطس آب المقبل. وأعلن التحالف أنه سيبدأ بضخ هذه الكمية الإضافية ابتداء من الشهر المقبل، وسيزيدها بنفس المقدار في أغسطس آب، وذلك بعد أن تعهد سابقا بزيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يوليو تموز والشهرين الذين يتبعانه. أثار مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول موضوع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية ولقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. المقال كتبه ديفيد أغناطيوس للواشنطن بوست وحمل عنوان محمد بن سلمان على وشك أخذ ما يريده، حيث قال فيه: يعرف القاموس السياسي الواقعي على أنها سياسة تستند إلى القوة بدلا من المثل أو المبادئ، ونحن على وشك رؤية نسخة من هذا قيد التنفيذ عندما يزور الرئيس بايدن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية. ولفت الكاتب بمقاله: يحتزم بايدن زيارة الرياض في أواخر يونيو بعد توقف في إسرائيل للقاء رئيس الوزراء نفتالي بنيت، وأثناء وجوده في المملكة العربية السعودية التي تستضيف مجلس التعاون الخليجي هذا العام، أن يلتقي الرئيس بقادة دول عربية صديقة أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، لكن المحور العاطفي سيكون مصافحة بايدن محمد بن سلمان كما يعرف ولي العهد السعودي. ولفتت المقالة إلى أن بايدن من المرجح أن يرجع خالي الوفاق، فيما لو حاول التطرق لموضوع جمال خاشقجي ملقية الضوء على الملف الروسي والأزمة الأوكرانية وسوق الطاقة تعتبر من الأولويات على الأجندة. وأثارت تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين لCNN حول ترتيب لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تفاعلا أبرز التحول الكبير لسياسة الإدارة الأمريكية تجاه المملكة التي وصفها بايدن في تصريحات سابقة بأنها منبوذة على حد تعبيره. الاجتماع المتوقع أن يجري الشهر الجاري سيأتي بعد شهور من النشاط الدبلوماسي، ويمثل تحولا لرئيس أمريكي أعلن ذات مرة أن المملكة العربية السعودية بلا قيمة اجتماعية. عاملان حاسمان بالنسبة لبايدن لزيارة السعودية: الحرب في أوكرانيا التي فرضت الحاجة إلى مساعدة الرياض في تنظيم سوق النفط، والثاني هو رغبة إسرائيل القوية في أن يقوم بايدن بتطبيع العلاقات مع محمد بن سلمان كجزء من إعادة ترتيب واسعة. عقب الدبلوماسي الأمريكي السابق ألبرتو ميغيل فرنانديز على مقال للكاتب السعودي طارق الحميد حول زيارة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية. وقال الدبلوماسي السابق في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: السعودية دولة عقلانية ولا تقبل مزايدات ولا تندفع، وهكذا السياسة التي هي لغة مصالح. وكتب الحميد في مقاله المنشور بصحيفة الشرق الأوسط: التوتر السعودي الأمريكي ليس بالسر، وكذلك ملامح الانفراج بالعلاقات السعودية الأمريكية الآن، ويبدو أن الانفراج في العلاقات بين الرياض وواشنطن مختلف الآن
ويطبخ على نار هادئة، وتابع قائلا: يحدث كل ذلك من خلال الزيارة اللافتة والمهمة التي يقوم بها نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان للولايات المتحدة من واشنطن إلى تامبا، وطبيعة لقاءاته هناك ومستويات اللقاء. هذه هي الزيارة الثانية للأمير خالد واشنطن مؤخرا. اللافت أن الزيارة الأولى كانت مقتضبة، بينما هذه الزيارة مختلفة تماما، ومن الواضح أنها زيارة نقاشات مستفيضة لوضع أرضية صلبة لما يمكن الاتفاق عليه من قبل أي لقاء سعودي أمريكي على مستوى القيادة. وأضاف: وخصوصا بعد أن كشفت شبكة CNN عن زيارة مرتقبة للرئيس بايدن إلى السعودية، وعليه يبدو أننا أمام مرحلة مهمة وجديدة في العلاقات السعودية الأمريكية، ويتم رسم سياقها وفق تخطيط واضح ومستبق، وهذا ما توحي به زيارة الأمير خالد بن سلمان الآن. ويقول الكاتب على سير العلاقات السعودية الأمريكية: هناك أمر مهم في السياسة السعودية وكثر لا يفهمونه. ويقول: هناك ما أسميه الأنفة السعودية، وهي ليست غرورا ولا انفعالا. مضيفا: الأنفة السعودية تعني الصلابة بإيماننا أننا نسير في الطريق الصحيح، والخطأ وارد وحال حدوثه يتعدل، ونحن ننتظر من الآخرين فعل ذلك. وقناعتي الدائمة أن هذا ما علمتنا إياه الصحراء، ومهما ارتفعت أسعار النفط أو انخفضت، السعودية دولة عقلانية ولا تقبل مزايدات ولا تندفع، وهكذا السياسة التي هي لغة مصالح.